وأخيرا وفد أممي لتقييم قدرات السودان على كشف الإرهابيين الأجانب. كشفت الأمم المتحدة في بيان لها يوم الجمعة عن إرسال وفد إلى السودان لتقديم قدرته على استخدام بيانات الركاب للكشف عن الإرهابيين الأجانب واحتراضهم. وكان ذلك يعمل الوفد الذي ظل في السودان في الفترة من 3 إلى 5 من ديسمبر الجاري. وتأتي الخطوة وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 23.96 والمتعلق بالموضوع، حيث قال رئيس الوفد رافي غريون الذي يدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب: يجب الإشادة بالسلطات السودانية لتوجيه الدعوة للوفد والإعداد المناسب لتمكين جميع أصحاب المصلحة المعنيين عن المشاركة الفاعلة في التقييم. برضو يمكن دي واحدة من يعني محمدة إنه يكون برضو عندنا تفكير وعندنا إطراء من جانب الأمم المتحدة. القرار 23.96 بالتحديد صدر في العام 2017 بإجماع مجلس الأمن الدولي، وهو قرار متعلق بتنظيم الدولة الإسلامية داعش لمراقبة تحركات قادته وجميع عناصره وأسرهم الذين تفرغوا بعد الهزيمة في العراق وسوريا وغيرها من المناطق التي كان ينشط فيها التنظيم. لذلك القرار صدر للدول الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة لمراقبة هذه العناصر الخطرة، وهو قرار متعلق بالقوائم والامور المتعلقه بالسفر وتنقلات هذه العناصر الخطره من بين الدول. والسودان جزء لا يتجزا من المجتمع الدولي، وهو معني بالتاكيد بهذا القرار. السودان قدم الكثير من اجل مكافحه الارهاب خلال الفتره الماضيه، وآخر العمليات أعتقد التي قام بها السودان هي القبض على عناصر من حركة بوكو حرام في نيجيريا، كانوا يريدون عبور الحدود. هذا الأمر تم الأسبوع الماضي، كانوا يريدون عبور الحدود عبر تشاد إلى 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 دارفور، تم القبض عليهم وتسليمهم إلى السلطات التشادية وغيرها من الأعمال التي ظل يقوم بها السودان في مراقبة حدوده الغربية عبر تشاد وإفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى الحدود مع ليبيا. ظلت هناك قوات موجودة، قوات سودانية مشتركة مع ليبيا لفترة طويلة جدا، وقوات سودانية تشادية مشتركة ظلت تقوم بهذه الأمور، بالإضافة إلى أن السودان يرتب لقوات مع أثيوبيا وقوات مع مصر لتأمين الحدود، بالإضافة إلى ما أنجز السودان في ملف الهجرة غير الشرعية. السودان رغم كبير في مكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية، ونال رضا الجهات الدولية المعنية بهذه الملفات. نعم، انتهت فترتنا التحليلية للأخبار. الأستاذ بليغ حسب الرسول، مدير تحرير موقع شروق، شكرا لك. بارك الله فيكم، جزاكم الله.